طيب تعالوا نشوف بعض المشاهد المختلفة والمتعددة اللي حصلت اليوم. تم منع ابن الرئيس المعزول محمد مرسي من حضور المحاكمة، ذهب بسيارته كما ستشاهدون، يعني وعنده حالة شديدة من الغطرسة، وتم منعه من حضور المحاكمة. يا استاذ يعني لابس حجاب احمر يا سامة. عبد الله سامة انت طالع معاه في الصورة. ايوه هو اللي عمل يا عم بقى خلص امريكا وامريكا. اتفضل يا سامة. هو ما بيتكلمش كلمتين قد ايه؟ الو سامع معاك تصريح؟ تصريح مش معاك تصريح؟ اسالوه بعد اذنك يا بيه. لا مش اصلا استاذ اسامه حضرتك معاك تصريح؟ معاك تصريح؟ لا 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 كلمة بسيطة بعد. طب كلمة بسيطة. طب اتفضل حضرتك منعت من الدخول؟ يا جماعة ما حدش يزق. طيب هو حضرتك تحب تقول ايه؟ طب تتوقع ايه يا فندم؟ كلمة. طيب حضرتك لينا. طيب دراعك على فكرة مغطى على وشك. طيب حضرتك تتوقع ان ديت سياسة منعك من الدخول قانوني؟ ده ابن محمد مرسي تم منعه من دخول المحكمة لعدم حصوله على تصريح قانوني ورسمي. الدكتور محمد سليم العوة وفي اعتقادي هو الرجل الغامض حامل حقائب الأسرار، هو العقل القانوني لجماعة الإخوان، عقل التحايل القانوني للإخوان وللدكتور محمد مرسي، أيضا منع من حضور المحاكمة لأنه لم يحصل على تصريح رسمي. دكتور 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 طب حلام قدام المحكمه مفيش حاجه. انا اسف. طب هو طب حضرتك معاك توكيل الدكتور مرسي وكيلك يا فندم؟ يا موتش سمعت يا جماعه صورها دي دارك العربيه دارك العربيه. طيب انا بس اللي لفت انتباهنا حتى الناس وهي بتشتغل في هذه التقارير والتحقيقات فريق العمل فلاحظ ولاحظوا انه العربية بتاعت سليم العوة هي نفسها العربية بتاعت ابن محمد مرسي، نفس النوع. انا بسيبكم تتأملوا في المشهد. يعني انا يعني هنا جايز يكونوا بيوزعوا عربيات، جايز، لانه هل هي صدفة ان تكون نفس العربية بتاعت سليم العوة هي نفسها العربية بتاعت ابن محمد مرسي؟ ده تساؤل. يعني ربما هذا التساؤل يحمل في طياته الكثير من الحقائق، وربما يكون في حد بيوزع عربيات، وبالتالي حتى انه الناس لما تشوف ده فتقول طب فين وبيوزعوا فين ويسألوا يعني.